من يؤثر المجتمع؟ من يحدد بوصلته الأخلاقية؟ هم مثقفي الأمة وهم أيضا مفكروها. اليوم السوشيال ميديا أصبحت المثقفين والمفكرين وتوجه البوصلة للأسف الشديد. نعم نعم عندك الحق، عندك الحق تماما، ولذلك نبدأ من الجانب الفكري والروحي والثقافي والفني، لأن تهذيب ديال الإنسان والروح الإنسانية من خلال الفنون، من خلال الذوق الجميل، من خلال الارتقاء ديال الذوق الاستيتيكي عند الإنسان والجمالي عند الإنسان، هذه أشياء كلها تتساهم في هذا النحت ديال المجتمع اللي تنتوخاوه. وبطبيعة الحال هناك أشياء كثيرة، منها أنه كاين شي أشياء ما قلنا في بحال واحد اللعبة أساسية، بحال اللي قلنا في كرة القدم، لا كاين واحد النوع داخل المجتمع ديال التصارع، ديال واحد نوع ديال التسابق نحو واحد الشيء اللي كل واحد يبغي يرغب في ان ينالها، والاخر تتقمص كذلك نفس الرغبه، وتكون واحد النوع بحال واحد الحلبه كبيره اللي توقع فيها واحد المجموعه ديال الاشياء. ولكن كيف انه الثقافه وهذا الأخلاق اللي ذكرنا لها تتم من خلال مجموعه ديال الاشياء، منها اولا المؤسسات، بطبيعة الحال المؤسسات ديال الدولة والعدالة والجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، هذه الأشياء كلها تتلعب الدور ديالها في خلق واحد النوع ديال التقعيد وتقنين هذا المشهد الاجتماعي. وهنا عاوتاني المجتمع المدني كما قلنا من التظاهرات اللي هي ماشي فقط للترفيه وللتنشيط، ولماذا لا؟ لأنه التنشيط يدخل في هذا التهذيب ديال النفوس كما قلنا، الشعور بواحد النوع ديال السعادة، ولكن ليس هذا هو الأمر كله. فتتعلق المسألة أنه الفكر تتطبق، بمعنى أنه كيفاش أنه تنخلق واحد المجتمع. وفي الأسبوع التي تكون مثلا المهرجان فاس تتخذ واحد الوجهة كبيرة، بحيث أنه هذه الأماكن العتيقة ديالها تصبح فيها مناقشات ومذاكرات، وفي جنان السبيل تكون هذاك الطرق الكبرى ديال السماع الصوفي، والسماع كله معاني رقيقة وعنده واحد العمق، واحد الذوق اللي هو كبير كبير بزاف وتغذي. هي مدينة بأكملها تتبدل، يعني مدينة بأكملها تتأثر. نقول هذا غير واحد النموذج صغير في واحد المجموعة ديال الأمور اللي هي تتكون في فترة السنة، ولكن كما قلت يا أستاذة لابد من أن نوسع هذه الرقعة، وأن نساهم حتى من خلال المدارس، من خلال الجامعات، أنه يكون هذا الفكر، هذا البناء، هذا الفكر، هذا الذكاء الجماعي الروحي، واللي عنده القدرة الخلاقة والإبداع الثقافي والفكر الذي يمكن يولده، أنه يمكن يكون هذه الأشياء عندنا واحد تراث كبير جدا، ولكن خصنا نفعلوه. هذا التراث نحيوه، ولو هذا التراث الروحي، التراث الروحي اللي هو موجود، اللي تمثل الأديان، تمثل اللوجيسيال العميق ديال الحضارة المغربية. إذن هذا التراث خصنا نفعلوه، ما يمكنش نقولوا فقط هادشي راه كان، وكذلك سنترجموه إلى أنماط ثقافية وفكرية.